يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ويوم جديد من ملعب الاهلي. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا العديد من الامور المهمه اللي هنتكلم فيها، واكيد ابرزها مباراه اليوم ما بين منتخب مصر وسويسلاند، واللي انتهت بفوز منتخب مصر نتيجه 4-1. هيكون الحديث مستمر ومفصل مع نجوم استوديو التحليل، سواء كابتن ماهر همام، كابتن شريف منعم، او كابتن احمد بلال. وايضا هنتطرق بكل تاكيد لمسيره النادي الاهلي بالتحديد في بطوله كاس مصر والمباراه الاخيره امام فريق الترسانه والصعود لدور ال 16، وايضا هنتكلم عن الاستعدادات الهامه جدا 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 لمباراه فاق سطيف في اياب دور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي النهارده ان شاء الله الحلقه هتكون مهمه ودسمه جدا. لكن في البدايه خلينا نتكلم عن الحفل الاكثر من رائع اللي كان منذ قليل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهي كان حفل من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وكان علشان طبعا الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، وكان تكريم لبعض أعضاء النادي وبعض الموجودين داخل النادي الأهلي اللي ساهموا في هذه الحرب المهمة جدا، وأكيد كان انتصار عظيم لكل المصريين. وابتدى الحفل النهارده باذاعه السلام الوطني، وده اكيد شيء مهم ومعتاد. تنظيم الحفل كان اكثر من رائع زي ما احنا شايفين كده في الصوره. الاداره التنفيذيه بصراحه في النادي الاهلي عملت مجهود كبير جدا عشان يظهر هذا الحفل بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا في الصوره. طبعا كان متواجد الكابتن محمود الخطيب، كان متواجد كل اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم أكيد كان مهم جدا زي اليوم ده. دور النادي الأهلي زي ما احنا عارفين، النادي الأهلي مش بيهتم بس من الجوانب الرياضية، الجوانب الاجتماعية، لكن كمان الاهتمام بالجانب الوطني زي ما احنا متعودين دايما من النادي الأهلي. وكان فيه إصرار كبير جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي إن هم يعملوا حفل مهم زي ده، فبالتالي أكيد كان حفل أكثر من رائع ويوم جيد جدا بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طيب أكيد عايزين نتكلم أيضا عن منتخب مصر وفوزه النهاردة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله 2019 في الكاميرون. المنتخب يعني خلاص تحت قياده فنيه جديده لمستر اجيري، طبعا المدير الفني المكسيكي، مع الكابتن هاني رمزي، مع سلجادو، فاكيد استعدادات كانت مهمه لهذه المباراه رغم سهولتها امام فريق سواتيني او سويسلاند. هو سواتيني بقى اسمه الجديد القديم، يعني هم في الاول زمان قبل الاحتلال البريطاني كان اسمهم سواتيني، مملكه سواتيني، بعد كده جه الاحتلال البريطاني فبقى اسمها سويسلاند، فضلت اسمها سويسلاند لحد ما تم الاستقلال من الاحتلال البريطاني ب50 عاما، كان من الاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد، كان بقى لهم 50 عاما استقلوا بشكل كامل من الاحتلال البريطاني. فالملك الخاص ب سويتني دلوقتي قرر انه يرجع اسم سويتني من جديد، فبالتالي مباراه النهارده منتخب كان بيلعب سويتني، فبالتالي كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للاعبي منتخب مصر، في ظل تواجد عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن يكونوا جداد شوية عن المنتخب. في بعض اللاعبين النهارده لأول مرة بيشاركوا في مباراة رسمية، أبرزهم عمرو طارق، وللأسف يمكن تعرض لإصابة في هذه المباراة. كمان من الأخبار المحزنة مباراة النهارده وفوز منتخب مصر على سويتني بنتيجة 4-1. محمد صلاح عمل رقم جديد النهارده، هو احرز الهدف الرابع، هدف كان جميل بصراحه، ويعني اعتقد ان هو قاصد، يعني زي ما قلت لكم ان هو يحطها من ضربه ركنيه مباشره في الجون، راحت بشكل جيد جدا. الرقم اللي حصل النهارده ان كان الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه كان الكابتن حسام حسن، احد رموز الكره المصريه، وكان برصيد 12 هدف. محمد صلاح بعد مباراه النيجر الاخيره جاب هدفين فتساوى معاه 12 هدف، جاب النهارده هدف اخر بقى هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه برصيد 13 هدف. وبالمناسبه يعني صلاح كمان يعني جاب 38 هدف كده في مسيرته كلها مع المنتخب المصري في 61 مباراه، ولاعب لسه عنده 26 سنه، هو عادل رقم محمد ابو تريكه طبعا نجمنا الكبير جدا، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، فبالتالي امامه فرصه كبيره جدا ان هو يكون الهداف التاريخي للمنتخب المصري على مدار التاريخ خلال الفترات المقبله. فبالتالي الامور كلها ماشيه بشكل جيد بالنسبه للمنتخب المصري. نتمنى طبعا اصابه صلاح ما تكونش قويه، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، لان احنا بصراحه يعني عارفين مدى اهميه محمد صلاح في المنتخب المصري ومدى اهميته كمان في ليفربول، وكل المصريين بيتابعوا محمد في ليفربول، فبالتالي
نتمنى له الشفاء السريع علشان ان شاء الله نتمتع بيه ويقدر كمان يعود لمستواه. في تركيز كبير عليه خلال الفتره دي، والبعض بيطالبوا بتحقيق نفس الارقام بتاعت الموسم اللي فات، وده صعب جدا جدا بالنسبه لمحمد صلاح، مش عشان امكانياته، لا عشان مش شرط ان الارقام اللي اتحققت الفتره اللي فاتت تتكرر هي هي. محمد صلاح جاب 20 او 25 هدف في الدوري الانجليزي السنه دي، هتكون حاجه رائعه يعني. مش شرط ان هو يجيب 32 هدف زي السنه اللي فاتت، مش شرط يجيب حاجه 40 هدف زي السنه اللي فاتت في كل البطولات. الاهم ان احنا نساند نجم كبير ومرشح كمان لجائزه البالون دور من الفرانس فوتبول، الكره الذهبيه، من ضمن احسن 30 لاعب في العالم في هذه الجائزه. لسه ما نعرفش هيكون متواجد في الثلاثه الاخرانيين ولا لا، لكن هو اوريدي خلاص احسن ثالث لاعب في اوروبا وثالث احسن لاعب في العالم في جائزه ذا بيست من الفيفا. فبالتالي عندنا نجم كبير جدا، حاجه ما كناش نتوقعها يعني خلال الفترات اللي فاتت. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طيب ايضا من ضمن الاخبار المهمه جدا، عايزين نتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويمكن كان فريق 2001